تم تنظيم قافلة من وزارة الصحة بقرية أبو شحاتة بمحافظة الإسماعيلية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير لقاح فيروس كورونا لكل فئة الشعب. قافلتنا النهارده طبقا لتوجيهات السيد الرئيس والسيده وزيره الصحه ودكتور علي حطب وكل الوزاره بتيسير وصول اللقاح لابعد الاماكن عندنا. فالنهارده احنا تواجدنا في عزبه ابو شحاته قافله من اداره الامطار غرب الصحيه، جينا هنا من الصبح تيسيرا على اهالينا اللي موجودين وكبار السن والناس اللي هنا، والحمد لله من الصبح شغالين كويس جدا في إقبال على القافلة. الناس عندها وعي كفاية الحمد لله بأهمية اللقاح.